الذين خرجوا لهذه الهجرة الإلهية، سمها هجرة إلى الله عز وجل، لا تقل مشية الأربعين، لا تقل المشاية فحسب، هؤلاء قوم هاجروا إلى الله عز وجل. من علامات المؤمن زيارة الأربعين، هذا الذي جلبكم إلى هذه البقعة الطاهرة. في هذه الأربعينية من يوم عاشوراء إلى يوم الأربعين الكون كان متغيراً، والأعظم من الكون هذه آية مادية، قلوب نساء أهل البيت ماذا كان يجري عليهم؟ من جاءته المنية في هذا الطريق وقع أجره على الله، لما من يهاجر إلى الله ورسوله؟ هذا المقام الشريف، وأنه كيف نحول زيارتنا له إلى فرصة للتكامل. من كان معه في يوم عاشوراء صحيح قاتلوا وقتلوا، ولكن هذا القتال أورثهم الخلود. الآن جميعاً نقف أمام قبور الشهداء نفديهم بآبائنا وأمهاتنا، نقول عنهم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، أرض كربلاء ما كانت بهذه المزية، ولهذا نسلم عليه قائلين السلام على من صارت به أرض كربلاء كرباً وبلاء. المهم في هذا الوقت القصير نمر مرورا سريعا على ما ينبغي بيانه. أولا، الحمد لله في السنوات الماضية عند بدء هذه الحركة المباركة التي سميناها الهجرة إلى الله عز وجل، من مصاديق الهجرة إلى الله عز وجل زيارة الحسين عليه السلام، أحدهم يخرج من المنزل، في روايات أهل البيت من خرج إلى الحج ومات في الطريق وقع أجره على الله عز وجل، وكذلك من خرج لزيارة الحسين عليه السلام ومات في الطريق أيضا أجره على الله عز وجل، مبشر بالجنة، الملائكة تتولى غسله، هكذا رأينا في النصوص المباركة. وبالمناسبة إخواني، البعض منكم أهل الفضيلة والمطالعة، هذه الأيام أيام الزيارة، سواء زرت الحسين في الأربعين وغيره، هذا الكتاب القيم كامل الزيارات اصطحب معك، اقرأه. حقيقة هذا الكتاب نعم المصدر، منجم هذه الروايات المنقوشة في الحرم الشريف فوق رؤوسكم الآن، معظمها من كامل الزيارات، اقرأها بتمعن، لأن ازدياد زيادة المعرفة أيضا من موجبات زيادة التفاعل. أثيرت بعض الشبهات حول المشي، علماؤنا أجابوا عليها بحمد الله، هذه الحركة الربانية، هذه الهجرة الحسينية أصبحت من الغاية البديهية الآن. ومن الجميل أن بعضهم استدل من كتب الفريقين بعض الأدلة مختصة بكتبنا، من زار الحسين عليه السلام ماشيا. البعض يستغرب يستنكر، نقول أيام الأئمة عليهم السلام كان من الممكن زيارة الحسين راكبا، لماذا؟
هذا الوعد المبارك بكل خطوة له كذا وكذا من الأجر. هذه الحركة، هذا المشي كان مطلوبا في زمانهم وفي كل الأزمنة، مع تيسر ركوب الدواب على مختلف أشكالها. المهم، البعض يستدل بما في كتاب البخاري أيضا، يستدل بما في البخاري لدعم هذه المسيرة. أيما قدم اغبرت في سبيل الله، طبعا هو لا يقول في زيارة الحسين عليه السلام، طبعا هذه رواية، عمومات الرواية منطبقة. الذي أخرجكم من بيوتكم، البعض جاء من آلاف الأميال لزيارة الحسين عليه السلام، هذه الأقدام المغبرة كالأقدام المجاهدة. كيف قدم المرابط؟ كيف قدم المجاهد المقاتل؟ عندما يغبر هذا القدم، قدم مبارك له ما له من المزايا. الذي يزور الحسين عليه السلام في هذا السبيل، إذن بالعموم وبالخصوص أفضل الأعمال أحمزها، ذكرناها سابقا، لا تبقى شبهة في البين. وهنالك أمر نذكرها كحاشية من الأدلة، أحد المراجع سمعته يقول كلمة جميلة، يقول بناء الضريح على القبر ليس واجبا، أن تبني ضريحا ليس واجبا، ولكن بعد أن بنيت الضريح هل يمكنك أن ترفعه؟ هذا هتك، هذا وهن. الأمر استقر. هذه الأيام زيارة الأربعين، معلم من معالم التشيع، من معالم أهل البيت. من يأتي ويدعو إلى عدم الزيارة، التشكيك في الأدلة، هذا العمل صار شعارا لنا في هذا العصر. فلا معنى ولا منطق لمن يقول ويحاول أن يحارب هذه الشعيرة ببعض الأدلة الواهية. الآن صار شعارا لنا، واقعا نرى أن البعض يحفظ إيمانه من خلال هذا المشي. وتعلم، لا أخفيكم سرا، ذهبنا إلى بلاد الغرب بعد الأربعين، وتعلم أن ثبات المؤمنين على الإيمان في بلاد الغرب وعوائلهم من وراء زيارة الأربعين، يعني طوال العام يرتكب معصية هنا وهناك. الولد لا يعرف من معالم الدين في تلك البلدان البعيدة، قريبا من القطب الشمالي رأينا بعض المؤمنين اتخذ مدينة في هذه المناطق، يأتي للأربعين يتحصن إيمانه، طفله الصغير يتفاعل، زوجته الأجنبية أيضا تتفاعل، يعني هذه محطة للشاحن، شحن القلوب جميعا، المقيم والمجاور والغريب والزائر، طبعا لا يبقى غريب في زيارة الأربعين، الكل ينصهر في بوتقة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حركة بهذه العظمة، حركة بهذا الرونق، البعض كيف قلبه يطاوعه أن يقف موقفا منها. كنت اليوم أفكر، كنوا معي جيدا، الإحصائيات موجودة بين الأقل والأكثر، دعنا عن الأكثر، أكبر تجمع بشري على وجه الأرض، نعم، في هذه الأيام على أرض كربلاء وحواليها، أكبر مائدة ممدودة على وجه الأرض هذه الأيام في كربلاء، من البصرة إلى كربلاء، أكثر حركة تطوعية، حركة إنسانية على وجه الأرض هذه الأيام في كربلاء.
أعظم إنفاق على وجه الأرض، دعنا عن إنفاق الحكومات، أعني إنفاق تطوعي على وجه الأرض. هذه الأيام في أرض كربلاء العدد هو الأول على وجه الأرض، المائدة هي الأولى على وجه الأرض، التعاون التكاتف هو الأول على وجه الأرض. بعض المحللين يستغرب يقول بعد انتهاء الموسم الملايين زارت بكل انسيابية يرجعون إلى أوطانهم، لا من وباء لا من مرض لا من تدافع. ما سمعنا أيام الأربعين أحدهم مات للتدافع والازدحام البشري مثلاً، يتفق في منى ومزدلفة هذا المعنى، ولكن في زيارة الحسين عليه السلام لم نسمع بمثل هذه الحوادث. أضيفكم من الشعر بيتاً في قمة الإرهاب قبل سنوات، في قمة الإرهاب، الإرهاب الكافر، أيضاً مواكب الأربعين تقريباً سلمت، يعني هنالك يد كانت ترعى زوار الحسين عليه السلام. بعض الشهداء هنا وهناك، الحمد لله في أوج الإرهاب كان الأمن مستتبا. هذه المعاني لا تعبر، هذه المعاني تأمل فيها. حقيقة هذه الأيام لا أبالغ أقول هذه، نعم هكذا لمحة مصغرة للدولة المهدوية الكريمة، وما تسمعون في زمان ظهور الإمام المهدي عليه السلام أحدهم لا يدفع مالا يصلي على النبي وآله ويأخذ بضاعة. جئنا من النجف في الأمس عندما نرى أحدهم يبيع شيئاً تراه منظراً شاذاً، يعني الأصل هو أن يعطى كل شيء بلا عوض. من يبيع شيئاً تراه إنساناً مثلاً غير عادي، هذه كما يقال صورة مصغرة من تلك الدولة الكريمة. أحدكم لو رأى غريمة، لو رأى مثلا من له مشكلة معه حتى على مستوى الدم، تخيل صاحب موكب جاء أحدهم وبينه وبينه دم، لو كان حسينيا حقيقة ما أخذ به، يقول أنت زائر الحسين عليه السلام عفوت عنك. إذن المودة في أعلى صورها، الإنفاق في أعلى صوره، التجاذب الإنساني، التقارب القلبي، التوادد العاطفي في أوجه، هذه من بركاته صلوات الله وسلامه عليه. وأخيراً هذا اليوم في هذا المكان الشريف ونحن في محضر المولى، دعونا نتأمل هذه الآية وجوهكم مباركة، وبين قوسين سريعين، كلما زاد أحدنا معرفة بمقامات الأئمة عموماً ومقامات الحسين عليه السلام خصوصاً كانت زيارته مميزة. هكذا جولة سريعة في الآيات التي فيها كلمة الشعيرة. القرآن الكريم أطلق الشعيرة على أمرين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أيضا أطلق الشعيرة على البدن، هذا الحيوان الأضحية التي تساق إلى منى، أيضا هذه شعير، هذه من شعائر الله عز وجل. ما معنى الشعيرة؟ الشعيرة يعني علامة، الدال، الشيء إذا دل على شيء يسمى شعارا، ولهذا لكل دولة شعار وعلم، العلم والشعار يدلان على تلك الدولة.
إذن الشعائر بمعنى الدوال. ونسمحوا لي بسؤال: القرآن الكريم يقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني ماذا تأملتم في هذه الآية؟ يعني إنسان ساق هديا لا تحلوه لا تقتلوه، هذا الحيوان يساق إلى أرض منى ليذبح في طريق الحج، هذا الهدي، هذه القلادة، الجمل أو الإبل عندما يوضع عليها علامة، يعني هذا الإبل يراد أن يضحى به في الحج، هذا محترم، لا تحلوه لا تقتلوه في الطريق، ولا آمين البيت الحرام. الحاج أيضا من شعائر الله، الحاج أيضا من شعائر الله، هذا الحاج مقدر. القوم ماذا صنعوا بالحسين عليه السلام؟ أليس الحسين عليه السلام من شعائر الله عز وجل؟ إذن اجعلوا نواياكم، أنتم بحمد الله نويتم، ولكن من باب التذكير اجعل سعيك في الزيارة، اجعل بكاءك عند الضريح، اجعل ندبتك على الحسين عليه السلام بهذه النية، يعني يا رب الحسين علامتك، هذه القباء، هذا الضريح، هذا يمثل السماء في الأرض، الكعبة شعيرة، الكعبة علامة، ضريح الحسين عليه السلام أيضا علامة، الكعبة فيها زاوية فيها حجر، وهنا زاوية فيها حجة الله على الأرض. البعض هكذا يقول، كلام جميل. فرق بين حجر منسوب إلى الله عز وجل وبين حجة الله في الأرض. ما تقرأ في زيارة الأربعين: السلام على ولي الله وحبيبه، حبيب الله دفن هنا، وكيف دفن؟ دفن ببدن مضرج بالدماء، دفن ببدن بالأراس، أطراف الحرم الشريف، فقرات من الزيارة الناحية: السلام على الأبدان السليبة، السلام على الرؤوس المشالات. إذا وصلت إلى هذا المكان الشريف اعلم قدر الموقع، اجعل الزيارة بفهم وتوجه. بعد هذا الأمر ولملم الحديث، الوقت قصير، نريد أن نخرج بفائدة علمية وتفاعل باطني. حقيقة إخواني، روايات زيارة الحسين عليه السلام مذهلة. هذه الأيام نأخذ جولة في هذه الروايات، البعض لعله يسمعها لأول مرة. بعض الروايات مضامينها معروفة، وبعض الروايات مضامينها غير معروفة. أنا هذه الرواية عندما وصلت إليها حقيقة رق قلبي، لا أقول تعجبت، لا عجب في مقاماتهم. الرواية هكذا، كونوا معي، هذه بشارة لكم جميعا. بعد المحاضرة وبعد الصلاة إذا زرت الحسين عليه السلام زره بهذا الفهم وهذه المعرفة. أولا، إمامنا الصادق عليه السلام يدعو لكم جميعا: وما من عين أحب إلى الله من عين بكت ودمعت علي. هنا بين قوسين: أحدكم في أعلى درجات النزاهة في السنة مرتين، كنوا معي، الفرصة مغتنمة، بعد ليالي القدر أنت في أفضل حال. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟
من اليوم الثاني الثالث والعشرين من شهر رمضان كن حريصا على إبقاء هذه النقاوة، وبعد الأربعين أيضا تمتلك هذه النقاوة. شهران بكيت على الحسين عليه السلام، هذه العين تعقمت، هذه العين سلمت، هذه العين تطهرت في شهر ربيع الأول إلى شهر رمضان إلى شهر شعبان لا تلوث. أيها الشاب، أيتها الشابة، أيتها الجامعية، أيها التاجر، هذه العين في شهرين طهرتهما من كل آفة، لا تفتح العينين على ما يحرم النظر إليه. أيام الأربعين يدك هذه كم خدمت الزوار، هذه اليد لا تلوثها بالحرام. رجلك سعت، هذه الرجل لا تلوثها بالسعي إلى الحرام. إذن عينك تعقمت، يدك تعقمت، رجلك تعقم، نعم في هذا الطريق اكتسبت الطهارة، نعم حذاري حذاري أن تفقدها. وما من باك إلا وقد وصل فاطمة إلى أن يقول، اختصر الرواية يقول، وأدى حقنا. وقفة قصيرة، المعصوم يقول أدى حقنا، ليس هذا بالكلام الهين، بأي شيء نؤدي حق أئمتنا؟ ما نحن وما عباداتنا؟ ما نحن وما سعينا، صومنا، حجنا؟ ولكن عندما يصل الأمر إلى البكاء على صاحب هذا القبر يقول الصادق المصدق أدى حقنا. هذا أمر عظيم، هذا وسام من أغلى أنواع الوسام في عالم الوجود. الآن وصلنا إلى بيت القصيد، إلى الذي وعدتكم قبل قليل. إمامنا الصادق عليه السلام يصف القيامة، يقول والخلق في الفزع وهم آمنون. فزع القيامة معلوم، اقرأ سورة الواقعة، خافضة رافعة، ما يدل على أهوال القيامة. من جاء إلى مقامه عارفا بحقه من مزاياه أنه آمن. الكلام ليس في هذا أيضا، هذا أيضا مفروغ منه. كنوا معي جيدا في ختام الحديث، يقول وهم حداث الحسين، يعني يوم القيامة زوار الحسين حوله يحدثون. أنيسهم سيد الشهداء، مونسهم سيد الشهداء، تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون سوء الحساب. إلى هنا انتهى الأمر أيضا، لا يقال لهم ادخلوا الجنة، يعني انتهى الحديث، يعني بعد أن حدثكم الحسين وحدثتم الحسين ادخلوا الجنة. ما هو الجواب؟ يقول فيأتون ويختارون مجلسه وحديثه، وإن الحور لترسل إليهم إنا قد اشتقنا. الحور العين يبعثون خبرا لهؤلاء الحسينيين، يعني أنتم، يعني يا زوار الحسين، يا محدثي الحسين، كفاكم الآن، تعالوا إلى خيامنا، إلى قصورنا. نعم يقولون فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكرامة. أو علمتم هاي ما معنى الرواية؟ يعني هؤلاء يقولون يا أبا عبد الله جلوسنا معك أولى من الجلوس مع الحور العين. يا لا من رواية،
هنا ألملم الحديث وأقول كلمة أقول لصاحب هذا المقام: تأملوا فيما أقول جيدا. يوم القيامة أهل الجنة يقدمون الحديث مع الحسين على الحديث مع الحور العين. جلوسهم مع الحسين عليه السلام أحب من الجلوس في قصورهم في دار الدنيا. حاول أن تصل إلى هذه الرتبة. إذا زرت الحسين عليه السلام اقرأ الزيارة المطلقة الخاصة، صل ركعتين، اقرأ ما تيسر من القرآن، لكن بعد ذلك خذ زاوية من الصحن الشريف هنا، خذ زاوية عند الضريح، قل يا أبا عبد الله حدثني كما تحدث زائريك يوم القيامة. يعني يا أبا عبد الله أريد أنسا بك، هذا الأنس إذا وصلت إليه كم تعشق الزيارة، كم تعشق كربلاء. رأيت في بعض الروايات لو أن البعض اطلع على عظمة هذا المقام لاتخذ كربلاء موطنا. الناس ما تركوا هذه البلدة إذا كشف لهم الغطاء. هنيئا لمن جاوره، هنيئا لمن حل بركابه وأناخ برحله. إذن في ساعة الاستجابة إذا رق قلبك عند الحسين عليه السلام سأل الله عز وجل أن يعطيك مقام الأنس به. ولهذا أنا رأيت بعض الزائرين يأتي إلى الضريح الشريف يسكت وإذا دمعته تجري، له حديث قلبي مع صاحب هذا المقام. وأخيرا رقفة عاطفية، أنا قلت أن الهادي أن هذه الدابة الأضحية عندما يذهب بها إلى أرض منى هذه الدابة محترمة لأنها في طريق الحج. ماذا صنعوا بهذا الحاج وقد انجلى عن مكة وهو ابنها به تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدر أين ينيخ بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم. الحجاج في منى يقدمون الأضاحي، صاحب المقام قدم الأضحية تلو الأضحية. تارة قدم ولدا، قد تارة قدم أخاه. رأيتم في تاريخ الأمم مقاتل يقدم رضيعه بين يديه. نادى يا قوم ما ترونه كيف يتلظى عطشا، فإذا بلعين رماه بسهم ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. ومنعطفا أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه السهم من قبل من حرام. لقد ولدا في ساعة هو وردا، وتعلمون أين دفن هذا الرضيع. فيا وارث الأنبياء سلام
لبيك من الله لا لن يزول. وقفت أمام اختبار عظيم وأحييت في الناس صبرا جميلا وتاسع أبنائك الظاهرين سينشر في الأرض نبلا أصيلا. وإن المعارف تروي الحكايا يقرأ الناس جيلا فجيلا. اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.